تواصل وزارة العمل جولاتها للاجتماع مع غرف الصناعة والتجارة والنقابات والجمعيات في محافظات المملكة لعرض مزايا برنامج التشغيل الوطني. للحديث عن برنامج التشغيل الوطني وعن هذه الجولات ينضم إلي عبر الهاتف مدير مديرية التشغيل المركزي في وزارة العمل الدكتور عون النهار. دكتور عون صباح الخير، هل لمستم انعكاسات لجولاتكم واجتماعاتكم في المحافظات على برنامج التشغيل؟ صباح الخير، صباح الخير جميعا. الله يعطيكم العافية سيدي. لابد يعني بعد أن يتم شرح البرنامج بالشكل الصحيح وإيصال المعلومة إلى أصحاب الخبرة وأصحاب الاستفادة، يعني هم الهدف والاستفادة من هذا البرنامج. أكيد لابد من يكون في تحفيز لهذا البرنامج ومن أجل ما هي المزايا التي يجتناها المواطن الأردني والقطاع الخاص. نعم. على حد سواء من هذا البرنامج. والحمد لله رب العالمين، في عندنا أعداد لا بأس فيها مسجلة كفرص وظيفية على لغاية الآن، مع أنه الفترة بسيطة والبرنامج هو متاح لنهاية العام، فلغاية الآن صار عندنا 23,000 فرصة عمل. طيب دكتور عون، بما أنك تطرقت إلى الأرقام، يعني هل هناك أرقام مستهدفة من خلال برنامج التشغيل؟ سيدي أعطيك تفضل. في بمجمل البرنامج التشغيل الوطني هو برنامج تحفيز للقطاع الخاص بعد أن تم برنامج استدامة الانتهاء منه، وهو من أجل النهوض بالقطاع الخاص في فترة جائحة كورونا وانتهاء الحمد لله رب العالمين وبدأ يتعافى. نعم. فهذا البرنامج هو من خلال خلق فرص عمل جديدة هم يكونوا بحاجتها أصلا، ولكن لا يتوفر لديهم القدرة على دفع أو المسير في دفع الرواتب مع الاستمرارية في العمل في نفس الوقت. هم أصحاب الصلاحية باختيار الباحثين عن عمل ومقابلتهم حسب البروتوكول المتبع لديهم. الفئة العمرية المستهدفة هي من 18 ل 40 عام. العدد المستهدف كلي من البرنامج 60,000 فرصة عمل. نعم. حتى صندوق أبناء، يعني المنتفعين من صندوق أبناء المعونة الوطني يستطيعون الانتفاع من هذا البرنامج دون أن تتأثر مستحقاتهم المالية من الصندوق. جميل. في السنة الأولى. جميل. الحوافز المالية اللي يشتريها القطاع الخاص هي دعم مالي بقيمة 150 دينار لمدة 6 شهور موزعة حسب الآتي. هي 130 دينار دعم بدل أجور، يعني بعد جزء من الراتب. 10 دنانير مساهمة من الضمان الاجتماعي بدل الموظف الجديد. 10 دنانير مساهمة في بدل مواصلات، وهي لا تكفي، نعلم أنها لا تكفي، ولكن هي جزء من المساهمة. هي مساهمة. نعم. مساهمة، نعم، من هذا القبيل. شريطة توقيع عقد عمل لمدة عام مع الباحث عن عمل. نعم. إذن يعني القطاع الخاص يجب أن يوقع لمدة عام مع الباحث عن العمل المستفيد من يعني هذه المبادرة، وأنتم تدفعون تقريبا نصف الراتب والتكاليف لمدة 6 شهور. لمدة 6 شهور. نعم يا سيدي، احنا يعني هو احنا قلنا يعني كما اسلفنا الذكر انه يجب ان تكون الفرصه يكون صاحب العمل بحاجه لها. نعم. ولكن ليس لديه القدره على استحداثه في الفتره الحاليه، يتم استحداثه ومساعدته الى نهايه العام او الى بعد 6 شهور، يمكن يكون بعد 6 شهور بشهر 2، يكون بعد 6 شهور لشهر 4، فهو يصبح انه عنده القدره للاستمراريه. احنا يعني نطمح ان يكون في عندنا وظيفه دائمه، من اجل ذلك تم التوافق على توقيع عقد لمده عام. نعم، يعني دكتور نتمنى اقبال اكبر من القطاع الخاص ومن الباحثين عن فرص عمل، لكن اريد ان اؤكد على نقطه واحده، اذا المستفيدون من صندوق المعونه الوطنيه يستطيعوا ان يستفيدوا من فرص التشغيل في برنامج التشغيل بدون تاثر مخصصاتهم الشهريه التي يتقاضونها من صندوق المعونه، اليس كذلك؟ نعم سيدي، احنا خصصنا 7% من اجمالي 60,000 لابناء المنتفعين من صندوق المعونه الوطني للاستفاده من البرنامج دون ان تتاثر مخصصاتهم الماليه.
نعم، يعني جهودكم مباركة، نتمنى لكم النجاح. مدير مديرية التشغيل المركزي في وزارة العمل الدكتور عون النهار كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.